أمامكم. طلب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور الحكومة بالإسراع في وضع خطة استباقية قبل رفع الدعم الكلي عن القمح وتأمين بطاقة تمويلية للأسر الفقيرة. وفي حديث خاص للجديد قال سرور إن مبيع الربط في المحل لن يتجاوز 75,000 ليرة و 65,000 في الأفران بعد رفع الدعم، كون طن الطحين البالغ سعره 247 دولارا يسعر اليوم على سعر دولار 60,000 ليرة، وهناك تراجع بأسعار المازوت والسكر، إلا أنه في حال عادة أسعار القمح للارتفاع عالميا فإن سعر الخبز سيتحول إلى بازار. وأكد سرور أن الأفران استفادت من فترة الاستقرار لتحسين أجور العمال ورفعها من 350 إلى 500 دولار كمتوسط عام. تضمن مشروع قانون موازنة 2025 زيادة بالإيرادات بقيمة 1,130,000,000 دولار عما كانت عليه في موازنة 2024، ليرتفع بذلك الرقم التقديري لكل الإيرادات إلى 4,580,000,000 دولار. وتعتمد وزارة المالية على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لتمويل هذه الزيادة، فهل تتحقق توقعاتها؟ هذه الموازنة تعتمد على التضخم، يعني هناك زيادة في الضرائب والرسوم عن 2022 حوالي 800%، وهذه ضرائب ورسوم حوالي 75 أو 76% هي ضرائب غير مباشرة. هذا المشروع يعتمد، وأخشى أن لا أكون على حق، يعتمد لزيادة الضرائب، يعني الواردات من رسوم الجمركية، من التفئة، من رسوم إدارية، ومن الضرائب على الدخل، أخشى أن تكون ناتجة عن اللجوء مرة جديدة إلى خفض سعر العملة الوطنية. أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تفعيل موقع الصندوق التفاعلي، وقال أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الكبير الذي أبدته إدارة تلفزيون الجديد المجاورة، حيث تم تأمين الكهرباء للخوادم في المركز الرئيسي للصندوق 24/24، وعليه بات بإمكان المضمونين وأصحاب العمل التحقق من بياناتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية كافة التي يقدمها موقع الصندوق التفاعلي على مدار الساعة. وتوجه كركي بالشكر الجزيل إلى إدارة التلفزيون الجديد بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد تحسين خياط والسيدة كرمة خياط على هذه المبادرة الحسنة، مؤكدا أهمية التعاون والتضامن بين الجميع من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق لثلث الشعب اللبناني تقريبا. قدر خبراء اقتصاديون أن يضيف إضراب الاتحاد العام لعمال إسرائيل ضربة جديدة على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك أساسا من الحرب، متوقعين أن تصل كلفة الإضراب إلى 300,000,000 دولار باليوم الواحد. واعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية الأسبق جواد العناني أن الإضراب الشامل الذي عم الأراضي المحتلة سيكون بمثابة كارثة جديدة يسجلها الاقتصاد الإسرائيلي إذا ما استمر أياما عدة، حيث يعاني الاقتصاد من توقف الحركة الاقتصادية والإنتاجية في كل من شمال الأراضي المحتلة وغلاف غزة، بالإضافة إلى التوتر العسكري الجديد الذي تقوم به حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.